دلتا تي. طول ما في فرق عندك في الدلتا تي معناه ان انا عندي هيت ترانسفير، وان العمليه دي محتاجه تايم، مش هتتم في النو تايم. وعرفنا ان في عندي 3 مودز اوف هيت ترانسفير، ثلاث طرق انتقال الحراره، ها كوندكشن كونفكشن وراديشن، وخدنا الجنرال ايكويشنز بتاعتهم. النهارده هنخش ديب شويه جوه الكوندكشن، نمسك العلم اللي هو الكوندكشن ونخش جواه شويه. طيب يعني في النهايه هترغي كتير وهتوصل لنا لغايه فين؟ انا عارف الكلام ده، بس يعني ملخص اللي انا عايز اقوله النهارده في السلايد، انك في النهايه لو تعرضت لشكل او سوليد ماتيريال على شكل بلان وول، ادي القوانين بتاعتها. يعني ايه القوانين بتاعتها؟ يعني انا عايز اعرف توزيع درجه الحراره. احنا قلنا ان العلم ده بيهتم بايه؟ البروفايل بتاع التمبريتشر شكله عامل ازاي؟ ايه المعادله بتاعته؟ وانتقال حرارة كام؟ كام انرجي بير سكند معدي؟ كام هيت انرجي بير سكند؟ يعني الانرجي ريت، الهيت ريت كام؟ طب والقانون بتاعها فين؟ اهو ادي القانون اللي احنا خدناه في الكوندكشن، كيف ايه دلتا تي على ال. اتكلمنا المره اللي فاتت على الكونسبت بتاع الريزيستنس ولا ما اتكلمناش؟ اتكلمنا ما اتكلمناش؟ طيب وقلنا ان انا ممكن احول مساله الهيت ترانسفير كما لو كانت مساله سيرفت، صح؟ طيب وعرفنا في حاجه اسمها المقاومه، اسمها مقاومه ايه؟ حراريه، ثيرمال ريزيستنس. في حاله البلان وول القيمه دي بكام؟ او ال السمك على الكيس ثيرمال كوندكتيفيتي على الاريا. شكل توزيع درجات الحراره جوه الجسم واضح ان هو لينير. طيب السؤال بقى، لو كان كيرفيتشر واخد شكل اسطوانه هيبقى نفس المعادلات هي هي ولا في شويه تعديل؟ ادي شكل الكيو وادي شكل الثيرمال ريزيستنس قيمتها عامله ازاي. طب لو كان كوره شكل سفيريكال، ادي قيمه الهيت ريت وادي شكل المعادله بتاعت الثيرمال ريزيستنس. لكن في مشكله، لو انت خدت بالك هنا كانت العلاقه لينير، واضح ان هنا في لين ففي هنا كيرفيتشر. توزيع درجات الحراره البروفايل بتاع التمبريتشر ما هوش لينير، ده واخد شكل لين. نفس الكلام هنا، هو ده واحد على ار مقلوب يعني، وبالتالي واخد شكل كيرفيتشر. لو انت عرفت الكلام ده ما انتش محتاج تحضر المحاضره في حاجه. اوكي؟ طيب فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الثيرمال ريزيستنس كونسبت، هنكمل في الشابتر ده او في الجزء ده على حاجه اسمها الانسوليشن والكريتيكال راديوس. هنعرف الهيت ديفيجن ايكويشن جت منين، بس انا عشان اشتغل في الجزء ده محتاج شويه معلومات من جزء بتاع الثيرمودينامكس. الحقيقه ان الثيرمودينامكس او الثيرموفلويدز هو البيز بتاع الهيت ترانسفير، يعني من غير ثيرمودينامكس مش هقدر اتعامل مع مساله الهيت ترانسفير. عشان كده النهارده انا هعمل ايه؟ انا بس هبدا ابص على الجزء اللي في الثيرمودينامكس اللي انا محتاجه عشان اكمل هيت ترانسفير. طيب ولما اجي احل المساله اول حاجه افكر فيها هو ايه؟ الثيرمودينامكس. يعني مساله هيت ترانسفير بس لازم افكر فيها من الكونسبت بتاع الثيرمودينامكس الاول. هيبين لي شويه حاجات بيزد عليها هقدر اكمل مسالتي كهيت ترانسفير. واضح ليه؟ احنا النهارده هنتكلم في الثيرمودينامكس. طيب ومنها هنوصل لحاجه اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. تعال الاول نبص على شويه كونسبت في الثيرمودينامكس او الثيرموفلويد. بيقول اول كونسبت فيهم حاجه اسمها الكونتينيوتي ايكويشن. يعني ايه كونتينيوتي ايكويشن؟ سمبلي جدا، انا في كي بي كان 50 جنيه. في الاهل ادوني الصبح 200 جنيه. ركبت تاكسي 100 جنيه. متبقي معايا كام؟ هو انت عملت ايه؟ اهو انت قلت انا كان عندي انيشال كام؟ صح؟ وبعدين في عندي انبوت ممكن يكون حد تاني 100 جنيه، واحد تاني 50 جنيه، وفي الاخر انبوت كله كان كام؟ 200. في الاخر دول اتصرفوا ازاي؟ متبقي بقى فاينل كام؟
الكلام ده على الفلوس، طبق الكلام ده على الكتله، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. الكونسبت ده او المعادله دي اسمها ايه؟ اسمها كونزرفيشن اوف ماس، ان الماس لا تفنى ولا تسلسل عدم. طيب في حاله المعادله دي هل هي ستيدي ولا ان ستيدي؟ لا، ده في اكيوميشن، انا بتكلم على جيب في مكان ممكن اخزن فيه او ممكن اسحب منه، فده في عندي اكيوميشن. طب افرض انا بتكلم على ماسوره، هو مفيش تخزين جوه الماسوره في الحاله دي، ها قيمه الماس انيشال بكام؟ زيرو. والماس فاينل بكام؟ زيرو. يبقى اكيد ها ام ان هتساوي ايه؟ ام ان، مالهاش حاجه ليه ان وخلاص يعني. بس احنا بما ان نتكلم على فلو فالعمليه دي بتتم ات تايم او خلال تايم، فلو قسمت على التايم ان تجيب الماس فلويد، لو حطيتها ايه بقى؟ ها كيلو جرام بير سكند او وحدات كتله على وحدات تايم. واضح الكلام دوت؟ طيب ما نخش تفاصيل اكتر شويه. يعني ايه؟ يعني لو الكروس سكشن ده اتغير، هل الكتله دي الماس فلوريت تتغير؟ القانون بيقول لك ايه؟ ان الماس عمرها كفلوريت ما هيتغير، ولكن ممكن السرعه تتغير، الجسم تتغير، الكروس سكشن يتغير، لكن عمر ما الماس فلوريت دي قامتها هتتغير. طيب يبقى ده في حاله ان ستيدي فلو، دي في حاله ستيدي فلو. تعالى بخش اقول لك عمق اكتر شويه، هنلاقي ان انا عندي الماس والرين ديت انا ممكن اتعامل معاها ازاي؟ اهو انا كان عندي مقطع بالمنظر ده، ومره واحده حصل له ريدكشن او كونتراكشن للمقطع ده، فكان عندي هنا كروس سكشن اريا اهو. لكن تحولت الى كروس سكشن اريا صغير. فهل السرعة هتفضل زي ما هي؟ هو أنا أعرف منين؟ طب وإيه اللي يقول لي الكلام ده؟ القانون ده. طيب ما هي الكتلة ده هي اللي هو الفوليوم ده اللي هيمشي مسافة إيه؟ بالمنظر ده. لازم نفس الكتلة دي تعبر من هنا، أه بس هتعبر على إيه؟ نفس الحجم هو خلال نفس الطريق. طيب يعني ممكن اقول ايه بقى؟ نعرف ان الكتله اصلا، فاكرين الكتله كنت بتساوي ايه؟ ها؟ ها؟ كثافه في ايه؟ في حجم. بتعامل مع الفوليوم انا كده، بتعامل مع الاريا كده، عشان ما نلخبطش بينهم بالسرعه. طيب بس انت بتتكلم على الماس فلوريت، يعني هنا نقطه. يعني انت قاسم على مين؟ على التايم. واضح الكلام ده؟ طيب ما تفك لي الفوليوم، الفوليوم ده جبته انت منين؟ ها؟ عباره عن مسافه اسمها ال، صح؟ ال في الكروس سكشن اريا، اهو كانت كثافه في اريا في ديستنس على التايم. لو خدت ال على التايم ده يمثل لي مين؟ السرعه. اذا الماس ريت اقدر اعبر عنها بالكثافه، ها؟ في مين؟ في الكروس سكشن اريا. ها؟ في مين؟ في السرعة. خد بالك بتكلم على الكونستكشن. طيب إذا المعادلة دي أنا ممكن أقول فيها إيه بقى؟ أه والله أنا ممكن أقول إن الماس إن اللي هي رو إن في السرعة إن في الكونستكشن إن لازم يساوي كثافة في المخرج أوت، السرعة في المخرج أوت، والإريا كونستكشن أوت. ما هو الكروس سكشن اتغير، ايه اللي هيحصل لو كثافه؟ بس الاريا اللي الكروس سكشن دي اصغر، ايه الاخبار السرعه دلوقتي؟ ايه فرق السرعه عند واحد والسرعه عند اثنين؟ لو افترضنا الكثافه ثابته وما ان الكروس سكشن قل فالسرعه مالها؟ لازم تزيد. وده اللي انت بتشوفه الراجل لما بيجي يرش الجنينه بيعمل ايه؟ بيضغط على الخرطوم، يعني بيعمل ايه في الكروس سكشن اريا؟ بيقل كروس سكشن اريا فالسرعه مالها؟ زيد. بس ده المعادله بتاعتي في حاله الان ستيدي، دي المعادله في حاله الستيدي ستيت. ما كلمه ستيدي ستيت يعني ما فيش تغير مع التايم، يبقى البروبرتي او الحاجه اللي بتكلم عنها دي تفضل مع التايم ثابته.
يبقى عندي ازاي افك الماس فلوريد بدلاله السرعه والكثافه والكروس سكشن. هل في كما في صعب او في مشكله فيه؟ طيب يبقى معايا حاجه واحده، هنجيب منين الكثافه؟ لو انا بتكلم على سوليد او ليكويد خلاص انا عندي الجدول عارف كثافته كام. يعني لو بتكلم على ميه كثافتها بكام؟ كثافتها بكام؟ كثافه الميه بكام؟ 1000. 1000 ايه؟ يونت يا باشمهندس. ها 1000 ها كيلوغرام لكل متر مكعب. جميل. لكن لو بتكلم على غاز اجيبها منين دي بقى؟ دي مشكله. هنتعلم مع بعض جوه الثيرموديناميك ايه بقى؟ هتعرف ان في الماتيريال او الماده اللي بنتعامل معاها محتاجين نسال نفسنا سؤال، هل الماده دي احنا هنتعامل معاها كايدل ولا لا؟ لسه الكمبيوتر فين؟ اهو. هل الماده اللي هتعامل معاها ايدل؟ لو الاجابه نو اعمل ايه؟ ولو الاجابه يس اعمل ايه؟ لو الاجابه يس هتعامل مع الماده كانها ايدل. في الحاله دي الدنسيتي اقدر احسبها عباره عن ايه؟ ها؟ بي على ار تي. خد بالك ده بيتكلم. عوض اس اي يونت، يعني لو عوضت ده بالباسكال جول بالكيلوجرام كلفن هتطلع لي ده على طول متر مكعب كيلوجرام سوري لكل متر مكعب. واضح اللي انا بقوله ولا لا؟ خش تفاصيل اكتر. تاني لو عوضت عن ده باسكال عوضت عن ده بالكلفن وعوضت عن ده بالجول بير كيلو جرام كلفن يطلع لك ده بالكيلو جرام لكل متر مكعب. طيب لو انا عوضت عن ده بالكيلو باسكال مفيش ما يمنع، بس عوض عن ده لو سمحت بالكيلو جول بالكيلو جرام كلفن. كلفن مع كلفن هيروح ها؟ كيلو جرام موجود عندك هنا اهوت مع الباسكال فاضل لك تعوض هنا بمتر مكعب. لو ضربت متر مكعب في الكيلو باسكال هو الجول معناه ان انت هتضرب في متر مكعب وقيس على متر مكعب. كيلو جرام على متر مكعب ادي قيمه او اليونت بتاعه الكثافه. واضح ازاي نحسبها؟ ده امتى الكلام ده؟ ده لو الماده بتعمل معاها ايدل. طب ماده مش ايدل، ماده حقيقيه هتعمل ايه بقى؟ فهيكون عندك يا اما تيبل يا اما عندك سوفت وير يا اما عندك تشارت. من خلال التشارت او التيبل او السوفت وير بيبقى عندك ستيت حاله ظروف ما معاك معلومات عنها. خش جوه التيبل بالمعلومات دي تطلع بقيه البروبرتي. نفس الكلام هنتعرض لما نيجي نحسب حاجه اسمها دلتا يو، وهنيجي بعد شويه تقول يعني ايه دلتا يو وحاجه اسمها دلتا اتش. هنمشي بنفس السيكونس. طيب يبقى كده احنا عرفنا الكونتينيوتي ايكويشن وازاي نحسبها. ولو انا حبيت اتعرض لماده ايديال او ماده ريال اقدر اتعامل واجيب الدنستي ازاي؟ حد ليه اي سؤال؟ بالمناسبه هتعرف جوه الثيرمودينامكس على ان الدنستي هي مقلوب حاجه اسمها السبيسيفيك فوليوم. قلبناها يعني السبيسيفيك فوليوم هو مقلوب الدنستي. يعني الوحده بتاعتها ايه؟ ها؟ ها؟ كيلو جرام لكل متر مكعب دي كلها يعني من الاخر ايه الفرق؟ المتر المكعب يحتوي على كتله قد ايه؟ ادي معنى كلمه سبيسيفيك فوليوم. هي مقلوب كل كيلو جرام بيشغل حي زي قد ايه؟ نفس المعنى بس مقلوب يعني. واضح؟ دي اسمها ايه؟ سبيسيفيك فوليوم. يعني ايه جت في كلمه سبيسيفيك فوليوم؟ معناها انا بتكلم على فوليوم مقسوم على الماس. اهو معادله بتقول الماس بتساوي الدنسي ها؟ فوليوم. اقسم الفوليوم على الماس هتجيب ايه؟ ناس نايمه خالص. ها يا باشمهندس دي صح ولا غلط؟ اهو فوليوم على الماس متر مكعب بالكيلوجرام اسمها ايه؟ اسمها سبيسيفيك فوليوم. او لو قلبنا دينستي نفس المعنى. حد ليه اي سؤال في القصه دي؟ طيب سبيشال كيس لو الكثافه ثابته ايه اللي بيلخبطنا؟ ان احنا بنقول ان الفوليوم فلوريت ثابت. كلمه فوليوم فلوريت يعني ايه؟ او كلمه فلوريت باللغه لو كلمه فلوريت او كلمه فوليوم فلوريت اتفضل يا ابني. يبدو انه مش باين.
فوليوم فلو ريت، مش فوليوم بس، فوليوم فلو ريت هو عباره عن ايه؟ ها اريا كروس سكشن في مين؟ في السرعه. يعني الترم ده على بعض اسمه كده ايه؟ ها فوليوم السؤال بقى، لو انا عندي ماسوره ميه، ماسوره الميه ديت معدي فيها 10 لتر بير سكند او 10 لتر بالاور، مش هو ال 10 لتر بالاور هنا هيعدي الناحيه الثانيه ولا هيحصل لهم ليه؟ انت قلت الكلام ده لان انا من الاول عارف ان الميه كثافتها مالها ثابته، فهتروح الكثافه مع الكثافه، لكن الاصل المعادله بيقول ايه؟ مش الفوليوم في دوريت الثابت، لا اللي ثابت في الاصل هو مين؟ الماس ويت. فما تلخبطش مع سبيشال كيس، دايما رجع المواضيع لاصولها، حط القانون الاصلي وشطط زي ما انت عايز، لانك لو بتتكلم على غاز لا، مش معنى ان الفوليوم في الريت هنا مثلا 2 متر مكعب في سكند معدي معنى كده ان عندنا 2 متر مكعب في سكند، استحاله. لو الدنستي قابله للتغير ودي اللي بيحصل في الغازات، فمش معنى الكلام ده ان الفوليوم في الريت ثابت. امال ايه اللي ثابت؟ الماس فلوريت هو اللي ثابت. النقطة دي واضحة للكل ولا فيها لا يعني لبس أو تغير أو ها؟ واضح؟ ممكن يكون عندي جهاز داخل له فوليوم فلوريت خارج منه فوليوم فلوريت تاني خالص. إمتى يتساوى؟ لو أنا ضمنت إن الكثافة فضلت مالها ثابتة. أمال إيه اللي أنا ضامنه إن هو ثابت؟ الماس فلوريت هو اللي ثابت. بيت على القانون ده. جه منين الكلام ده؟ اسمها كونتينيوتي إيكويشن أو كونزرفيشن أوف ماس. في حاجات مش قال لك كونزرفيشن أوف فوليوم. مش حاجة اسمها كده. واضح؟ حد ليه أي سؤال في الجزء دوت؟ طيب تعالى نبص على كونسبت تاني. ده اللي احنا كنا من شوية. تعالى نبص على كونسبت تاني في الثيرموداينامكس اسمه الفيرست لو أو الإنرجي إيكويشن. نفس الكلام، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. أصل الإنرجي في الكون جاية من الشمس عبارة عن هيت. تتنقل لنا عن طريق الراديشن وبعدين تبدا تخلي جزء هوت وجزء بارد، يبدا يبقى عندي طاقه رياح، جزء من الراديشن بيجي على الميه يبخرها سحابه ها تنزل تمطر، كل دوت ربنا خلقه عشان ايه في الاخر؟ الحياه تفضل ماشيه في الارض. هي اصل الانرجي جايه منين؟ من الشمس اللي هي باي هيت، انرجي نوعها ايه؟ هيت. طيب وفي النهايه بعد ما عملنا كل اللي احنا عملناه الكهرباء والحركه والتدفئه والميكانيكال والشغل ها في النهايه بيروح فين في الاخر؟ ده كله بيتحول الى ايه؟ ها فريكشن، ويتحول في الاخر الى ايه؟ الى هيت. يعني في النهايه المصدر واحد هو هيت، والنهايه بتاعت الانرجي بتتحول من صوره لصوره لصوره لغايه في الاخر تبقى ايه؟ تبقى هيت. طيب القانون بيقول ايه؟ بيحكي حكايه، بيقول حد عايز حاجه من على السبوره؟ حد عايز حاجه من على السبوره؟ امسح ده؟ امسح لمين؟
عليه، بيدعوا من جنبه. طيب هو كسيستم كان ليه انرجي في الاول واتغيرت بقى تشينج في الانرجي. طيب هو انت دخلت له انرجي وخدت منه انرجي في صوره شعر. تخيل بالظبط واحد بذل مجهود على قد الطاقه اللي بياكلها او الانرجي اللي جايبه الاكل بتاعه، المحصله ايه؟ زيرو. واحد تاني بيعمل حاجه تانيه، ها؟ كسول شويه، ما بيبذلش مجهود وعمال ياكل بس. اخباره ايه؟ والعكس، واحد بيبذل مجهود كتير جدا عن اكثر من الاكل اللي بياكله هيبدا ايه؟ انرجي تاكسيستم ده يقل، يعني هيخس معاه. طيب فالقانون ده بيقول لك ايه؟ الانرجي ان ناقص الانرجي اوت لازم يساوي التغير في الانرجي بتاع السيستم. مثال على الكلام ده، لو انا عندي بوتنشال انرجي كتله على ارتفاع معين، هي ليها بوتنشال انرجي لانها على ارتفاع، الداتا تحت هي على ارتفاع فيها بوتنشال انرجي. سي ان انت عندك 10 يونت، لكن بما انها ساكنه في مكانها ملهاش كينيتيك انرجي، اول ما هتسيب الكتله دي يحصل فيها ايه؟ ها هتنزل. ايه اللي هي عماله تفقده؟ عماله تفقد بوتنشال انرجي. هتقول لي ما هو الطاقه ضاعت. ايه؟ لا ما ضاعتش، هي تحولت الى صوره ثانيه، تحولت الى كينيتيك انرجي. بص عليها وهي نازله، ها السرعه عماله مالها تزيد تزيد تزيد. كل ما البوتنشال عمال يقل كل ما السرعه عماله تزيد، يعني كينيتيك انرجي بتزيد. يعني من الاخر تحولتها من صوره الى صوره. نفس الكلام وانت طالع مطلع كده، عشان تزود البوتنشال بتاعك بذلت ايه؟ مجهود. ولا كان ممكن العجله تطلع لفوق من غير مجهود؟ انتوا نايمين ليه كده على السطوح؟ ها؟ العجله دي عشان تطلع فوق انت بذلت مجهود عشان تطلعها فوق؟ لا، كسبتها ايه؟ بوتنشال انرجي. وبالتالي لو انت نزلت المنزل لوحدها تنزل بسرعه وتديك كينيتيك انرجي عاليه جدا. الكلام ده ممكن تطبقه على حياتك. استحاله هتعلي من البوزيشن بتاعك بوتنشال بتاعك الا لما تبذل مجهود. شغل الفهلوه ما بينفعش. تاني، القانون ده قانون حقيقي، لازم تبذل مجهود عشان تنجح. انت ما بقتش هنا الا لما بذلت مجهود السنه اللي فاتت عشان تنجح، واللي قبلها واللي قبلها. طول ما انت عايز تاخد بوزيشن اعلى لازم تبذل مجهود. ماش حل، ماش حل. ها احنا كبني ادمين الانرجي اللي بناكلها في الاكل، ها نحرق جوه جسمنا، بنعمل بالانس اهو، انرجي انبوت وانرجي اوت. لو الانرجي كونتنت جوه الاكل اللي بناكله قد المجهود اللي بنبذله هنعمل بالانس بين الاثنين دول، وبالتالي وزنك هيفضل زي ما هو. لكن لو مشينا في الدايركشن ده اهو، عمال تاكل انرجي كونتنت اعلى من المجهود اللي انت بتبذله، هتكون محصله ايه؟ انك ماشي في التراك دوت. او العكس، واحد عايز يخس هياخد اكل الكونتنت بتاعه الانرجي اللي فيه اقل، وبالتالي هيبذل مجهود، هيروح الجيم هيزود شويه هيمشي في اتجاه ده. واحد عايز يحافظ على الوزن بتاعه ثابت، خلاص اعمل بالانس ما بين المجهود وبين الاكل او نوعيه الاكل او الانرجي اللي انت بتاخدها جوه الاكل. واضح الكلام؟ جميل. نيجي ليه مفهومين اتنين هنتعرف عليهم جوه ماده الثيرموداينامكس او الجزء بتاع الثيرموداينامكس، حاجه اسمها الانترنال انرجي. ايه هو الانترنال انرجي؟ لو بصينا على الموليكيولز هنلاقي ان كل موليكيول حواليه الكترونات او الذرات حواليها الكترونات بتدور بكينيتيك انرجي. ما بين الموليكيول والتاني في بينهم انتر اكشن بينهم من بعض، في فايبريشن. مجموع كل الكلام ده بنسميه احنا حاجه اسمها الثيرمال انرجي او الانترنال انرجي. كل ما التمبريتشر كانت اعلى من الزيرو كلفن كل ما انت عندك الانرجي ديت الانترنال عاليه، يعني كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما الانترنال انرجي بتزيد، لان حركه الجزيئات انتر اكشن بينها ومن بعض الفايبريشن هيزيد. يعني التمبريتشر ما هي الا انديكيتور تقول لك والله الانترنال انرجي في المكان ده عالي ولا لا. طب انت كثيرمودينامكس او العلوم الثيرمال ديت اللي هي في هيت ترانسفير فلويد ميكانكس ثيرمودينامكس، ما تعامل مع الترم ده امتى نتكلم عنه؟ لما يكون الماده بتاعتك او السيستم بتاعك بيسموه كلوز سيستم او ستيشنري، ثابت في مكان. يعني عندي كتله من الحديد، كتله من النحاس، بتعامل معاها بتتحرك ولا ثابته؟ فهتعامل مع الانترنال انرجي. بعكس بتكلم على ميه ماشيه في ماسوره، ده فلو، هذا موضوع تاني. في حالة ما بتكلم على مادة ساكنة
غالبا ده هتشوفه مع الدكتور مجدي في حاجه اسمها كلوز سيستم، هتتعامل مع حاجه اسمها الانترنال انرجي. طب وانا عشان اتعامل مع الانترنال انرجي افكها بايه؟ الحقيقه ان اللي انت شايفه ده اسمه توتال انترنال انرجي. يعني لو خدنا المدرج ده كله على بعض، الغرفه ده اهي، وبصينا جواها انترنال انرجي ازاي، يبقى ده اسمه التوتال انترنال انرجي بتاع المكان ده. لكن لو انا عايز ادرس 1 كيلو جرام بس شايل جواه كام انترنال انرجي، ده اسمه سبيسيفيك انترنال انرجي. زي ما من شويه كنا بنتكلم على الفوليوم وقلنا حاجه اسمها سبيسيفيك فوليوم، قسمنا على مين؟ على الماس. اهو نفس الكلام اهو، لو انا عندي توتال انترنال انرجي تشينج هو عباره عن الماس في سبيسيفيك انترنال انرجي تشينج، او معنى اصح الدلتا يو سبيسيفيك دي عباره عن الدلتا يو كابيتال على الماس. وحدتها ايه بقى؟ عشان تقول انرجي، انرجي يعني جول على كيلو جرام. عشان نفهم مفهوم السبيسيفيك ومش سبيسيفيك تعالى نبص على الاتي. عندي غرفه بالمنظر ده. السؤال، لو انا قست الضغط في اي حته بكام يا باشمهندس؟ الضغط لو قسته في اي مكان بكام؟ 1 بار. طب والتمبريتشر؟ ها هنا 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 هنا. جميل. المكان ده ليه فوليوم ولا ملهوش؟ ليه فوليوم وليه تمبريتشر وليه بريشر وليه دنس. تعال نقسمه بالنص. طبعا الضغط هنا بقى كام؟ بقى بي على 2 صح؟ ينفع اقول بي على 2؟ هل ينفع اقول التمبريتشر هنا بقى تي على 2؟ امال ايه؟ هيفضل البريشر زي ما هو، ملوش علاقه. التمبريتشر زي ما هي، الكثافه مالها؟ لكن الفوليوم؟ الفوليوم ده بيساوي نص الفوليوم ده. ده الفوليوم. لو حبيت احسب السبيسيفيك فوليوم بتاع الشكل ده كله بتعمل ايه؟ طيب بعد كده دي بعد كده نفس الكلام. لو اتكلمنا عن الانترنال انرجي، هل الانترنال انرجي بتاع الشكل ده كله بتاع الغرفه دي كلها هو هو الانترنال انرجي بتاع المكان دوت ولا النص؟ رد عليا. يعني اتغير مع الكتله ولا ما اتغيرش؟ لكن البريشر، التمبريتشر، كثافه، يبقى دي بنسميها خواص اصيله مالهاش علاقه بالماس، لكن اليو والفوليوم والانثالبي بعد شويه هنشوفها خواص. كل ما اقسم على الماس تديني رقم جديد، عشان كده اسمها سبيسيفيك فوليوم، سبيسيفيك انترنال انرجي، سبيسيفيك انثالبي. هنرجع نسال نفس السؤال، انا عايز احسب بقى دلتا يو دي اللي هي التغير في السبيسيفيك انترنال انرجي. اسال نفسي سؤال، وانا بتعامل مع الماده ايديال، لو الاجابه نو روح التيبل، روح السوفت وير، روح للشارت وشوف قيمه اليو عند نوت 1 بكام وعند نوت 2 بكام. طب لو ماده حقيقيه، سوري، ماده اعتبرها ايديال زي الاير، نيتروجين، هتعامل معاك انه ايديال جاز، انا ممكن اقول في الحاله دي دلتا يو عباره عن حاجه اسمها سي في دلتا تي. ايه هي السي في؟ خدناها قبل كده، كمية الحرارة اللي أنا عايز أرفع بيها 1 كيلو جرام من الغاز، ها، درجة واحدة مئوية، بشرط إن العملية تمت at constant volume. لو أنا عندي غاز أهو تانك، والتانك دوت سخناه بحيث درجة حرارته بقت من 20 بقت 21 أهو، تانك جواه 1 كيلو جرام وليكن مثلا من الهيليوم. التانك ده كان درجة حرارة كام؟ 20. هنسخنها بكام؟ 21. فالدلتا دي بكام؟ درجة واحدة. سخنته ازاي؟ أضفت حرارة. بشرط إن الفوليوم ماله؟ كونستنت. يبقى الكيلو يحسب كام؟ هنسيب حاجة اسمها سي. كمية الحرارة اللازمة إن أسخن غاز درجة واحدة مئوية بشرط كونستنت فوليوم، بالتالي يبقى اسمها سي في. لكن لو عملت حاجة تانية، ايه هي؟ لو خليت الغاز ده في مكبة سوسمون، هو 1 كيلو جرام، كل ما هسخنه ايه اللي هيحصل؟ المكبة ده ماله؟ هيتمدد محافظا على الضغط ثابت، انما هنا كان الضغط هيحصل فيه ايه؟ كان بيزيد. لكن
اثناء تسخين 1 كيلوغرام من الغاز درجه واحده مئويه بشرط ثبوت الضغط. طيب هو انا امتى هتعامل مع الانثالبي وامتى اتعامل مع الانترنال انرجي؟ بنفس المفهوم اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. الانثالبي هو جواه الانترنال انرجي. شرط الانترنال انرجي ايه؟ ان انا بتكلم على ماده ثابته ستيشنري واقف مكانها. لكن ماده فيها فلو، يعني ماده فيها فلو غالبا انت هتعامل مع حاجه اسمها اوبن سيستم. يعني المحاضره الجايه دكتور مجدي هيكلمكم على حاجه اسمها الاوبن سيستم كلوز سيستم، انواع الايه السيستم. غالبا الكلوز سيستم الماده اللي فيها ما بتتحركش، فغالبا هتعامل معاك كانه ايه مع الانترنال انرجي. لكن الاوبن سيستم معناه ان السيستم بتاعي حواليه باوندري، بيعبر الباوندري ماس. طبعا معناه كان في فلو، كنت في فلو. ايه اللي خلى الماده دي تتحرك؟ انا اديتها حاجه، اديتها انرجي عشان تتحرك، اسمها ايه بقى؟ فلو انرجي. اهو الميه دي ساكنه ما بتتحرك، ساكنه درجه حراره كام؟ 25. متفقين ان اكيد جواها انترنال انرجي ولا لا؟ ما احنا اعلى من زيرو كلفن، يبقى اكيد انترنال انرجي. سيل انترنال انرجي 100 جول. لكن نفس الميه دي اللي عندنا 25 اهي ماشيه في ماسوره الميه، صح؟ تفتح العنفيه تلاقي الميه مالها ماشيه، اشمعنى دي ماشيه ودي واقفه؟ اكيد اللي ماشيه ديت فيها انتر انرجي ولا لا؟ ليه؟ لان درجه الحراره اعلى من 25، في جزيئات منهم انتر اكشن، في فايبريشن، في وفي دول اسمهم انتر انرجي، صح؟ بس كمان معاها حاجه ثانيه بتخلي الميه دي تتحرك، في حاجه زقت الفلو اسمها فلو انرجي. يبقى لو جمعنا الانترنال انرجي زائد الفلو انرجي اللي هو قيمته هتساوي حاجه اسمها البي في في، معنى الكلام ده بيعبر عن مصطلح جديد او كلمه جديده اسمها انثالبي او بروبرتي جديده اسمها انثالبي. امتى بتعامل مع الانثالبي؟ مع الاوبن سيستم في فلو. وليه قلت اوبن سيستم؟ معناه ان الباوندري بتاع السيستم بيعبرها ماس، يعني في فلو. طيب لو كان كلوز سيستم اتعامل مع الدلتا الانترنال انرجي. طب كل الكلام ده محتاجينه ايه عشان نشتغل في شغلنا احنا في الهيت ترانسفير؟ هنتعرض لحاجات زي كده. عشان كده بقول لك لو سمحت اي مساله بص لها الاول من منطلق او من زاويه الثيرموداينامكس، وبعدين بعد ما تطلع كل المعلومات اللي انت وصلت لها ارجع بقى بص لي على الهيت ترانسفير هي كانت كونفكشن ولا كوندكشن ولا راديشن. نفس الكلام اجيب الدلتا توتال انفرج ازاي؟ اهو الماس في الدلتا سبيسيفيك انفرج. ليه؟ لان لو الكتله دي ككل كان ليها انثالبي، لو خدت كيلو جرام بيتحرك لوحده ليه سبيسيفيك انثالبي مختلف. اقسم التوتال على الماس، دي الكتله الواحده اللي بتتحرك دي 1 كيلو جرام شايله معاها انثالبي قد ايه؟ خدت فلو انرجي قد ايه بالاضافه الى الانترنال انرجي قد ايه؟ طيب هتجيبها منين الكلام ده؟ اهو نرجع للقصه دي. اسال نفس سؤال، انا ايجن؟ هعوض عن الدلتا اتش بالسي بي دلتا تي، وعرفنا من شويه عن ازاي نحسب السي بي. لكن الماده دي مش ايجل؟ لا، روح بقى على الجداول وهات لي اتش 1 بكام واتش 2 بكام وطرحهم من بعض. واضح الكلام ولا في حاجه محتاجه اعودها بطريقه ثانيه؟ فوز هناك، سامعوا؟ سامعوا؟ فوز اخر واحد في المدرج. سامع الباشمهندس؟ سامعني انا؟ اهو انا ابعد منك وهو سامعني. ما انا بقول لك اهو ده اسمها التوتال انثالبي 20 كيلو جرام بير سكند معديين. التوتال انثالبي بتاعهم 1000 جول. سؤال بقى الكيلو الواحد شايل كام؟ هتعمل ايه؟ هتقسم التوتال اللي هو ال 1000 جول على 20 تطلع الكتله الواحده شايله معاها كام؟ سبيسيفيك انثالبي. اي اسئله ثانيه؟ حد كان بيشاور هنا؟ خلاص كده؟ الراجل اللي معاه التايم فين؟ اختفى بقالك قد ايه؟ انا عديت 20 دقيقه. نعم؟ طبعا ده رد يعني. بص شباب انت عشان تستوعب محتاج كل 20 دقيقه تفصل شويه وترجع تاني. ده ساينس، مش انا ما بجيبش حاجه من عندي. عش ثواني بس، ثواني. انت لو بصيت على التركيز الواحد بيختلف من واحد للتاني، يبدأ
أنت ركز. حد ليه أي سؤال؟ طيب عدنا. ها بشمهندس فاضل إيه كمان محتاجينه من الثيرموداينامكس؟ حاجة اسمها قاعة الإشارات. الثيرموداينامكس زي ما اتفقت معاك بيعرف حاجة اسمها السيستم، ده اللي هو الجزء اللي أنت عايز تدرسه، وبيحيط بيه باوندري ويحيط بهذه الباوندري اسمه السراوند. فاحنا قلنا انواع السيستم هناخدها مفهوم رسمي، حاجه اسمها كونزيرف سيستم، نو سيستم، اوبن سيستم. اللي يهمني في القصه دي ايه؟ لو انا عندي سيستم الاصل فيه ايه؟ نفس الكلام اللي قلناه من شويه، بني ادم من هو السيستم. الاصل فيه انك بتعمل ايه؟ ها؟ ايه الانبوت؟ كيو هي كانت الانبوت. الاكل كان فيه انرجي في صوره حراره، هو ده الانبوت. فالرقم ده او القيمه دي مالها؟ بوست. وكنت بتعمل الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر هو يقدر يبذل مجهود، يعني في ورك اوت، وده بقى البوست. ده الموضوع اللي احنا بندور عليه. لكن حديثا مع وجود مكن بقى وتكييف وحاجات زي كده، الدنيا اتغيرت شويه. بقى السيستم ممكن اديله انا كهرباء، يعني في شغل انبوت زي الثلاجه. عشان انت عايز الثلاجه عشان في الاخر في حراره. يبقى لو انا عندي شغل دخل السيستم هيبقى نيجاتيف، ولو في حراره خرجت من السيستم هتبقى ايه برضك؟ نيجاتيف. تاني كيو انبوت بوزيتيف، كيو اوتبوت نيجاتيف، ورك اوت بوزيتيف، ورك ان نيجاتيف. دي قاعده الاشارات في السيستم. وتبقى بقى السيستم نوعه ايه؟ قصه ثانيه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لو انا بتعامل مع سيستم كلوزد، لسه قايلين من شويه القانون ايه هو؟ هتعامل مع الانرجي اللي في المعادله دي على انها ايه؟ اهو قلنا القانون بيقول الكيو، وعندي الشغل هيساوي التغير في الانرجي، في الانرجي بتاعت السيستم، صح؟ ده اتفقنا عليه من شويه. طيب الحقيقه ان احنا في الهيت ترانسفير مش بتكلم على الهيت كانرجي، انا بدور على الانرجي ريت. فالمعادله دي مقسومه على مين؟ على التايم. هقسم على التايم. الحاجه الثانيه، معنى ان انا عندي جسم وبدرس عليه انتقال حراره، ما هو ممكن في حراره دخلت له وفي حراره خرجت منه، اهو حراره دخلت له هتبقى بوزيتيف، حراره خرجت منه هتبقى نيجاتيف. وممكن الجسم ذات نفسه يولد حراره، تفاعل كيميائي، تفاعل نووي جوه الجسم. عندك الكتريك هيتر دخلت له فولت وامبير، ما هو هيولد لي حراره انترنالي. اوكي؟ يبقى دي حاجه اسمها هيت جنريتد، في هيت جنريتد انبوت. ممكن يكون انا بسخن او حراره جايه له بالكونفكشن، حراره جايه له بالكوندكشن، جايه له بالراديشن، او هو بيخرج حراره بالكوندكشن او كونفكشن او راديشن، حسب بقى هي انبوت ولا اوتبوت من السيستم. معظم شغلنا غالبا ما فيش فيه الشغل. فالترم ده غالبا انا ايه؟ هيبقى مسائل هتبقى فيها زيرو غالبا. يبقى مين الانرجي بتاعت السيستم؟ هل المحصله بقى بتاعت الهيت من الشغل ده سخنت السيستم يعني زودت درجه حرارته ولا قللته؟ ما هو لازم اتفق، هو السيستم ده اوبن ولا كلوزد ولا ايه حكايته؟ والله لو كان السيستم ده اوبن سيستم يعني فيه فلو، قلنا هنتعامل مع مين؟ ها؟ مع الانفر. طب لو السيستم ده ستيشنري سوليد بروسيسور فيه فلو؟ البروسيسور ده عمال يمشي يتحرك كده فلو داخل له فلو خارج منه؟ لا، وبالتالي هتعامل مع الدلتا انترنال انرجي. واضح الكلام؟ حد ليه اي سؤال في القصه دي؟ زي ما قلنا الفرق ما بين الثيرمودينامكس وبين الهيت ترانسفير، الثيرمودينامكس بتدور على الاماونت، قيمه الانرجي كام؟ انا يهمني الهيت ريت كام؟ لو ضربت التايم في الهيت ريت هتجيب الاماونت اوف هيت، او العكس لو قسمت الهيت كانرجي على التايم هجيب الهيت ريت اللي بدور عليه. نعم. الجسم ده درجة حرارته عالية عن الجو، فعمال يطلع كونفكشن أو راديشن، في مشكلة في كده؟ لكن هو من جوه عبارة عن مادة يورانيوم فيها تفاعل نووي، جينات حرارة. أنت ده عبارة عن بار من النحاس ووصله فولت وأمبير، هيعمل إيه؟ نتيجة الكرنت ماشي فيه هيسخن أهو، هيت جنريشن. حد ليه أي سؤال في القصة ديت؟ مش شرط. انت تساوي الاوت او ان، من عشان كده بقول لك المعادله العامه بتقول لك ايه؟ في عندي كيو انبوت، كيو اوتبوت، كيو جنريتد، وفي عندي كمان تغير في الشغل لو المساله فيها شغل هيساوي التغير في السيستم.
لو الانرجي بتاعت السيستم فضلت ثابته يعني مفيش تغير يعني دلتا انرجي بكام؟ زيرو. لازم الانبوت يساوي الاوت. واضح؟ اي اسئله اخرى؟ لو انا عندي غاز وبضغطه هو ضغط نفسه وانا ضغطته ازاي؟ بذلت مجهود ولا لا؟ في ديسبليسمنت ولا لا؟ في شغل اهو، فورس في ديسبليسمنت، في شغل انا عملته على مين؟ اسيست. فالضغط رحت عند الراجل بتاع العجلاتي بيعمل ايه؟ بينفخ العجل. ينفخها ازاي يعني؟ هتلاقي عنده كده زي تانك لونه احمر او ازرق وعليه كده في حاجه اسمها كومبريسور، بياخد هواء من الجو ويعمل فيه ايه؟ ازاي لوحده ولا في كهرباء راحت للكمبريسور اهو في شغل، اتدفع كهرباء تدفع عليها فلوس عشان اضغط الغاز ده واعبيه جوه التانك عشان لما اجي انا املى العجله يديني على طول. واضح؟ اسئله اخرى؟ اي سؤال؟ مش اسئله. طيب نشوف هل احنا فعلا اللي فات ده استوعبناه ولا الدنيا لسه فيها كلام؟ فانتوا حين اندر تيست عندي الكان ديت، الكان دي هوت وسبتها في الجو. اول حاجه هتخطر على بالي ابص على هيت ترانسفير؟ لا. امال ابص على مين؟ الثيرمودينامكس. اول حاجه لازم اعرفها هو السيستم ده نوعه ايه؟ رد عليا كلوز. جميل. الباوندري بتاعته اهي، مفيش فلو خارج ولا داخل، مفيش حاجه بتعبر الباوندري، وبناء عليه هطبق القانون بتاعي اللي هو بيقول ايه بقى؟ ها؟ يلا قول لي. كل الكيو اللي عندي ان او او نت يعني ماينس ها الشوك هتساوي التغير في الانرجي بتاع السيستم. هل انت عندك جوه الكاندي مكبس واسطوانه في شوك؟ يبقى الترم ده بكام؟ يبقى كيو. طيب ومن الناحيه الثانيه داتا الانرجي دي وانا بتكلم على كروس سيستم ولا اوبن سيستم؟ يبقى هعوض عنها بايه؟ لو تعاملت مع الماده اللي جوه على انها ايديال اقدر افك الكلام ده ازاي؟ ماس سي في اف داتا في. طب لو كانت الماده دي حقيقيه ماس، روح دور على يو 2 ويو 1 من الجداول او من السوفت وير او من الشارت. ذاتس ات. كده احنا خلصنا الثيرموداينامكس؟ عايزين حاجه تاني منها؟ لا. تعالى بقى الهيت ترانسفير. السؤال بقى هي الهيت دي ولا دي هيت ريت؟ دي هيت ولا هيت ريت؟ ها؟ دي انرجي. انا عايز هيت ريت. فلازم اعمل ايه؟ انا عايز اعرف الكان دي هتبرد من درجة حرارة 50 ل 20 في وقت قد ايه؟ اهو عايز اعرف هي هتنزل من 50 ل 20 في وقت قد ايه؟ انا عايز اعرف ده. يبقى الكيو دي ايه بقى؟ اسمها كيو نوت. وحدتها ايه؟ جول بير سكند او وات. اتنقت ازاي؟ يلا قول لي اتنقت ازاي؟ من الكان للجو اتنقت ازاي؟ كونفكشن. جميل. خدنا كمان كونفكشن كان بيحكي لها الاريا بتاعت الكان في الخارجي ها في الهيت ترانسفير كوفيشنت ما تلخبطش بين الاتش ده وبين الانثالبي. الانثالبي حاجه وده اسمه الهيت ترانسفير كوفيشنت. ها في مين؟ ما بين التمبريتشر بتاع السيرفس عند كام؟ 50. الجو عند كام؟ لا الجو عند زيرو، الجو عند خمسه. في بريد عند 5 درجات، الجو جنبان عند خمسه. فهتبدا تنقل الحراره من 50 لكام؟ لخمسه. بس الكلام ده هيؤدي لايه؟ انها تنزل من كام لكام؟ 50 ل 20. لما اجي اعوض هنا بعوض ايه بقى؟ بعوض فاينل. مين هو تي فاينل؟
كمستستك احنا قلنا ايه؟ يبقى نيجاتيف. واضح الكلام؟ عرفنا الاشارات وعرفنا ازاي نحسبها؟ طيب تاني تعالى نطبق نفس الكلام ده على الضغط بتاع التكييف. ضغط ماشيه في الغرفه، انت عملت جهاز تكييف وسقعت الهواء، فالهواء هو ماشي بارد جوه الضغط، لكن لما عدى على حته فيها هواء سخن بقى في دلتا تي، السطح عند درجه حراره ولتكن 10 انما الاوضه دي عند 25 30، هيسيبوا بعض كده؟ لا، ده هيحصل انتقال حراره اهو، هيبدا الجو يدي حراره لمين؟ للضغط. السؤال بقى الضغط اللي انت بتدرسها دي فين؟ الحته ده هي بس. فلما اعمل الباوندري بتاعتي هل بيعبر الباوندري فلورا؟ لا، رد عليا اهو، في فلو معدي ولا مفيش؟ يبقى ده اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ نعم، اوبن سيستم. جميل، بما ان هو اوبن سيستم يبقى القانون بتاعي عباره عن ايه؟ ها؟ القانون بتاعي كام؟ ها؟ كل الفيوهات شغل، بس انا هتعامل هنا مع الريت الباور، يعني هيت ريت هتساوي زلتا الانرجي على التايم. بما اني بتكلم على اوبن سيستم يبقى هشيل الدلتا اتش واعوض عنها بكام؟ هشيل دي واعوض مكانها بكام؟ ها؟ طيب والدلتا اتش احنا عارفينها بكام؟ تساوي الماس، ها؟ الدلتا اتش السفن، ما تنساش على التايم. في المسألة ديت لو قسمت الماس على التايم كأني بجيب مين؟ ها؟ دي الماس توريت، المعدل اللي بتمشي بيه الهواء جوه الضغط اهو ام دوت. فاكرين احنا كنا بنجيبها ازاي؟ ما كانش بيديني اي معلومات عنها. هعملها ازاي؟ ها؟ اروح اقول فاكتوع الكونتينيوتي ايكويشن. هي الام دوت بتحسب ازاي من شويه؟ نسيت؟ ها؟ تساوي ايه؟ كثافه، ها؟ بسرعه، كده عرفت اجيب الماس دوت كرقم دي وكام. لو بتعامل مع مادة ايدل بقت الرو بكام؟ ها؟ في على ار تي. مادة حقيقية اروح اجيبها منين؟ من التيب. طيب والدلتا اتش؟ هم حاجتين اتنين، يا اما ايدل زي ما شفت هنا دي لو كانت ايدل، يا اما مادة حقيقية. ها؟ لو ايدل هتقول ايه بقى؟ سي بي دلتا تي. ها؟ تي فاينل ماينس تي انيشال. نتيجة إن الجو درجة حرارته 35 والضغط ماشي فيها هواء عند 10، هيفضل الهواء بارد عند 10 ولا هيزيد شوية؟ هيزيد شوية. زاد كام بقى؟ مش عارف. أو كام؟ درجة حرارته 10 مئوية، هيزيد كام؟ مش عارف. طب لو المادة دي حقيقية تروح تعمل إيه؟ بص على الجداول وأجيب اتش 2 مرة اتش. طيب ومن الناحيه دي هو انا عندي جوه الضغط في مروحه؟ فيها مروحه في شغل يعني؟ لا، يبقى تقدر بكام؟ زيرو. طيب الكيو بقى دي هي الكيو دوت هتساوي ايه؟ هتساوي الثيرمودينامكس هتساوي الام دوت في دلتا اتش لو بتكلم على ماده حقيقيه، او بتساوي سي دي دلتا تي في حاله ماده اي. نيجي بقى لمين؟ للجزء بتاع الهيت ترانسفير. هي الحركه دي اتنقلت ازاي؟ ايوه 10 جنيه رن الموبايل بتاعه. فين رن الموبايل؟ اتفقنا الموبايل لما هيرن في المحاضره يدفع 10 جنيه. فانا ما اتفقناش. الكلام اللي انا بقوله ده واضح ولا في مشكله؟ لغايه دلوقتي في مشكله؟ ايوه اتفضل. طيب هنا
ممكن كده السؤال الاول بيعبر الماده بتاعته الباوندري بتاعته ماسك. هل كان اللي فاتت دي انت عمال تدخل ميه جوه وتخرج منه حاجه؟ لا. نتكلم بقى على الكونفكشن. الكان ديت درجه حرارتها كام؟ 50 اهي. سطحها بكام؟ الجو يا باشمهندس قلنا بكام؟ 5 درجات. سطحها بكام احنا قلنا؟ 50 قلنا 50. حلو. الجزيئات اللي لازقه هنا بكام بقى؟ 49. هتسكت؟ ها؟ كسبتها؟ تاني يحصل فيها ايه؟ ويحل محلها؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت اللي عملته في مروحه ولا فري كونفكشن؟ اسمه فري كونفكشن. عرفت بيسميناها فري كونفكشن اصلا؟ جميل. ها سؤال يا باشمهندس هناك. لا دكتور بس ايه بقى اللي مش واضح؟ الايه؟ لو كان ايديال سي بي دلتا تي. هو تاني مش احنا قلنا لو كان ايديال هنعوض عن دلتا اتش بكام؟ ولو ماده حقيقيه خش الجداول هات اتش 1 واتش 2. ها سؤال هنا ليه سي بي؟ وليه سي بي؟ ليه لما فكينا اسمعني بس وليه لما فكينا الدلتا يو بقى سي بي دلتا تي؟ القانون بيقول ايه؟ دلتا يو بتساوي حاجه اسمها سي في دلتا تي. هل معنى الكلام ده ان لما يكون عندي كلوز سيستم شرطه ان الفوليوم ثابت؟ بسألك انا اهو. لا. ازاي؟ ده مجمع اسطوانه يا باشمهندس، اوكي؟ ده الفوليوم رقم واحد. واتنقلنا لستيت اثنين بقى ده اسمه ايه؟ فوليوم اثنين. كويس؟ تعال نطبق القاعده اللي احنا قلناها من شويه، ها؟ كيو ماينس الشغل هيساوي قلت ايه؟ رد عليا. كيو دلتا ايه هنا؟ دلتا انترنال انرجي ولا دلتا ايه فاضي؟ اخر كلام دلتا انترنال انرجي هتفكها في ايه بقى؟ ها يا باشمهندس الماده دي اير ماده ايديال هتفكها في ايه؟ لا قلت ايه؟ ليه؟ ما تقول سي بي ما تقول اي حاجه بقى؟ لا بما انك لو السيستم بقى الدلتا يو ماليش دعوه بقى بالسيستم الاخباريه انا بقى هنا الدلتا يو بتتفك ازاي؟ حاجه اسمها سي بي دلتا تي. هل السيستم ده كلوزد فوليوم مش كلوزد فوليوم مش كلوزد انا بتكلم ان الاول عرفت ان هو كلوزد سيستم فده خلاني اقول دلتا يو بعد ما بقيت هنا ماليش دعوه بالكلام ده الدلتا يو بيساوي ايه بقى؟ سي بي دلتا تي. وبنفس الكلام التانك دوت او الماسوره دي الفوليوم بتاعها بيتغير ما بيتغيرش شيء مش كلوزد لان هي دعوه ده اوبن سيستم فده دلتا اتش. دلتا اتش بتساوي ايه؟ كان في حاله ايدل جاز سي بي دلتا تي. الضغط بيزيد بيتغير مش قصتي. لا اسكت. تاني الهيت يا باشمهندس اللي اتنقلت للدكت ديت تمت ازاي؟ ادي الضغط ماتيريال اهي الجو بره كام؟ ها؟ تي اف
35 هتتنقل من هنا الجدار عند كام؟ معرفش، لكن اللي اعرفه ان التمبريتشر جوه تي ها انفينيتي انسايد بكام؟ ب 10. قول لي بقى هيحصل ايه؟ هيحصل عندي كونفكشن، وبكده يحصل عندي ها كوندكشن، وبكده عندي كمان ها ممكن نقلبها تبقى سهله علينا شويه، هنلفها عشان نشوف. ادي الجدار الجو هنا كان عند تي انفينيتي انسايد ب 10 درجات مئويه، وليه حاجه اسمها هيت ترانسفير كوفيشنت انسايد، بره كان ليه حاجه اسمها هيت ترانسفير كوفيشنت اوتسايد، والتمبريتشر بره بكام؟ ب 35. ايه اللي حصل؟ حصل عندي كونفكشن جوه هنا كوندكشن وعندي كونفكشن. ها فاكر الكلام ده اتعملنا بيه ايه؟ ها نوت الجدار ده نوت الجدار ده نوت الجدار ده نوت بتوين تو نوت في عندي ايه بقى؟ قمة حرارية دي اسمها ايه؟ ار بتاعت كونفكشن، ودي ار بتاعت كوندكشن، وار بتاعت كونفكشن بار. الكلام ده احنا قلناه قبل ولا ما قلناهوش؟ حلو، ودي ار كونفكشن اوت، ار كوندكشن، ودي ار كونفكشن انسايد. لو عرفت التمبريتشر انفينيتي اوت وعرفت التمبريتشر انفينيتي ان، هقدر اجيب الكيو دوت. او لو في تيرم انا عايز اجيبه تمبريتشر معروف مجهوله او صوت مجهول او حاجه مجهوله هقدر اجيبها. ده الربط ما بين ازاي حسبناها الاول كفيرست فلو كانرجي جت الثيرمودينامكس، بعدين خدناها ريت وصلنا بيها كهيت ترانسفير على واضح المسائل بتاعت الهيت ترانسفير شغاله ازاي؟ هناخد ريست دقيقتين ونرجع تاني. تعالى بص ايه هدف ان احنا كنا بنتكلم من شويه؟ تعالى بص على الجدار زي دوت. بس انا ممكن تجي لك بالمنظر ده. انا عندي غرفه زي اللي هنا في الشتاء درجه حراره غور 25 ولا حاجه، الجو بره عن 5 درجات. ايه اللي هيحصل؟ جوه الجدار يعني لو بصيت الجدار ده حصل فيه ايه؟ اتقلت له الحراره. جوه الجدار مشيت الحراره الايه؟ نقلت بالايه؟ الكوندكشن عند نهايه الجدار بالنسبه للجو اللي بره، السطح والجو اللي بره هيتنقل ازاي؟ في جزء كونفكشن وجزء راديشن. طيب انت بقى عايز تعمل ايه عشان احل المساله؟ قلنا هنبقى نبص الاول على ايه؟ هنبص على ايه؟ انهي حاجه؟ اللي هي اللي كده ولا الحاجه اللي هي كده؟ نعم سؤال. انا اديك اتنين دقيقتين اتنين تلاته تتحرك فيهم زي ما انت عايز ولا لا؟ طيب تاني الجدار دوت بيدي من بره باي كونفكشن باي راديشن حراره. انا لما باجي ابدا احل المسائل دي ببص لها من انهي منظور؟ منظور الثيرمودينامكس. فين الباوندر اللي هدور عليها؟ الجدار ده اللي انا بدرسه هبص على اخر لاير اهي، هي دي الباوندري اللي بدور عليها. السؤال هل الباوندري دي من الحجم من السايز من الماتيريال اللي تخزن الحراره؟ لا. وبناء عليه القانون اللي احنا بنتكلم عليه من شويه مش ممكن تكتب ده؟ قالوا احنا قلنا عليه من شويه ايه؟ ها كيو نت باور نت
الجدار ده فيه شغل. هل السيستم ده عنده المقدرة انه يخزن حرارة؟ يريد ان يجي او يخرج الباب اللي وراي فين؟ طيب بناء عليه في حالة الستيدي ستيت، كلمة الستيدي ستيت يعني مفيش تغير مع التايم اهو. يعني ايه الكلام ده؟ بما ان السيستم ده كلوز سيستم فهعوض عنه بالماس في الدلتا يو اللي هي السي جدار سوليد ماتيريال كونكريت، مفيش حاجة اسمها سي دي وسي دي، هو اسمه خلاص يعني. ها دلتا تي مع التايم. الترم ده بزيرو ليه؟ مفيش تغير مع التايم ليه؟ لان انا بتكلم على ستيدي ستيت. يعني هتفضل درجة الحرارة تفضل ثابتة مع التايم. حلو، يبقى معنى الكلام ده ان الكيو نت بكام؟ بزيرو. طب وده استفدت انا منه ايه؟ يعني ايه كلمة كيو نت؟ الجدار دوت في عندي كيو رقم واحد، دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ داخلة الباوند اللي بتكلم عليها ولا خارجة؟ ها؟ وبعدين كيو 2 ليه نيجاتيف؟ خارجة. ها؟ وكيو 3 إذا الفيرست لو ساعدني أوصل للكونكلوجن ده، أو ممكن بالباي ده بديهي يقول لك أنا عارف، ما هي أصلها كيو 1 هتساوي كيو 2 وكيو 3، خلاص ماشي. جبت الكلام منين؟ بالبديهي الشعور يعني لا، لأنه جاي من الإنرجي. طيب لو الدنيا اتغيرت يعني ممكن يحصل عكس، يكون الراديشن هو اللي جاي لي منين؟ من الشمس جاي على السيستم، إيه اللي حصل دلوقتي؟ اتغيرت صح؟ بقت كام دلوقتي؟ ها؟ بقت كيو نت السيل هي زيرو، لكن اللي حصل عندي ايه؟ ان كيو واحد زائد كيو ثلاثة هتساوي كيو كام؟ كيو 2. دي بداية حل المسألة. طيب بعد ما خلصنا من الثيرمودينامكس هنخش بقى في الترانسفير. هي كيو 1 كنا بنحسبها ازاي؟ كوندكشن. دي اللي هي الفيلم كام بقى؟ كي اريا دلتا تي على دلتا اكس او ال. كيو 3 اللي هي عباره عن راديشن اللي هي ابسلون سيجما ها بيو فاكتور ها تي اس 4 والتي بتاع الجو اس 4 الكلمه. طب وكيو 2 كونفكشن اريا اللي هي كونفكشن كونفكشن ها كلين تي سيرفيس 1 من غير ما كنت هتعمل القصه دي مش هتعرف تربط دول ببعض، وممكن مثلا انك تتوه. واضح الكلام؟ يبقى ده اللي احنا ليه رحنا للثيرمودينامكس والفلويد ميكانكس عشان نجيب منهم شويه معلومات هيفيدونا نحل المساله. دايما لما تيجي تبص على مساله الهيت ترانسفير بص لها الاول من منظور الثيرمودينامكس. نعم يا فندم. علي الصوت شويه. تتغير مع التايم. تتغير مع التايم. يعني حقيقه الجدار دوت انه بيخزن حراره، اللي انا قلته الفرضيه ان انا اقول له ستي ستيت ده كلام مش حقيقي. امال ايه الحقيقي؟ انه فعلا بيخزن حراره. من بالليل هتلاقي درجه الحراره مالها؟ بارده. اول ما الشمس طلعت ها؟ الراديشن اللي بيجي عليه هو عمال يعمل لنا كونفكشن جوه كوندكشن جوه الوول، بس في جزء بيتخزن جواه فتلاقي درجه حرارته مالها. لكن لو ضمنت ان الحراره اللي انت بتاخدها منه قد الريش اللي جاي عليه هتفضل درجه حراره الجدار مالها ثابت. ده اللي يفرق لك بين في تخزين ومفيش تخزين مع التايم بيحصل ايه. واضح؟ اي اسئله ثانيه؟ يا باشمهندس انا بقول لك تعال نفترض انا عندي سيدي ستيت مفيش تخزين مفيش تغير مع التايم. يعني في المسائل اللي فاتت كان فين ده؟ مش مهندس الكانون والماسوره حجم كبير، ففي عندي انيشيال وعندي فاينل صح؟ الكان دي كان ليها صوره ات تايم وكان ليها صوره ات تايم تاني صح ولا لا؟ انما هنا الجدار ده اخبار التمبريتشر بتاعته الساعه 2 والساعه 3 والساعه 4 والساعه 5 والساعه 6 بكام؟
سؤال تاني، اي اسئله؟ طيب واحنا ليه بقى القصه ديت؟ عشان نوصل في الاخر ان انا ممكن اثبت معادله جنرال اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. السؤال هو انا مطلوب مني اثبت المعادله دي؟ لا. طب انت بتديها لنا ليه؟ عشان هثبت لك بعد شويه حاجات، ما تجيش تقول لي جت منين انها لن، اشمعنى واحد على ار؟ جاي المعادله. ودي البيزكس بتاعت اي مساله هيت كوندكشن هتقابلها في الدنيا. بعد كده وانت متخرج حبيت بقى تروح للحقيقه، الحقيقه ان هيت ترانسفير 3 دايمنشن، والحقيقه ان هو في ترانزيانت وممكن يكون في هيت جنريشن. المعادله دي بتوصف الكلام ده. طيب تعال نفرق بين كلمه ترانزيانت وستيدي ستيت. اهو لو بصيت على الجدار دوت درجه الحراره 15 وهنا 7 درجات عند الساعه 2، الساعه 5 نفس الكلام درجه الحراره ما اتغيرتش. فده بنسميه حاجه اسمها سي ستيت، يعني البروبرتي اللي هي التمبريتشر ما بتتغيرش مع التايم. لكن بص على المساله الثانيه 15 7 الساعه 2، ها هنا بقت 12 وبقت 5 الساعه 5 بعد الظهر. اذا في تغير مع التايم، فده ما اقدرش اقول عليه ان هو ستيدي ستيت، ده ترانزيت بيتغير مع التايم. الحقيقه زي ما قلنا ان الهيت ترانسفير بيتم اون ستيدي، بيتم في 3 دايمنشن، وممكن يكون معاه هيت جنريشن. احنا بنتكلم على كوندكشن ولا كونفكشن دلوقتي ولا راديشن؟ كوندكشن. فعندي جسم سوليد عايز ادرس فيه الكوندكشن، هاخد منه اليمنت صغير وادرس عليه ايه اللي بيحصل. كل التفاصيل اللي جايه دي مش فارقه معاك كتير، جاست ان انا بقول لك انت كنت محتاج تعرف الفيرست لو عشان نطبق الكلام اللي احنا هنقوله بعد شويه. الدريفيجن مش عليك، لكن الكونكلوجن في النهايه ده اللي انا بقول لك عليه، هنستفاد بيها ايه؟ معادله بتوصف درجه حراره جوه اي ماده صلبه، في هيت جنريشن، في 3 دايمنشن، في ترانزيت. الجدار ده لما تشوفه ها داخل له كيو في اتجاه محور اكس باي، دخلت مكعب وسط الكتله الكبيره، فاكيد الوش ده الفيس ده دخل له حراره باي ايه؟ انتوا نايمين خالص. ممكن افهم فيه ايه؟ يا باشمهندس انت كان عندك كتله كبيره خدت منها حته صغيره جوه في القلب طلعتها، الحراره اتنقلتها ازاي من جوه؟ كوندكشن. طيب وخرجت من الناحيه الثانيه بقى ايه؟ من تحت من هنا عمودي كده وخرجت الناحيه الثانيه كله كوندكشن. جميل. سؤال بقى، ممكن تجمع لي كل الكيو انبوتس اللي دخلت عندك في السيستم دوت؟ انا عندي كيو في اتجاه محور اكس، كيو في اتجاه محور واي، كيو في اتجاه محور زد. دي بتساوي كام؟ مش انت قلت كوندكشن؟ كنا بنعرف الكوندكشن ازاي؟ كي هاني اريا في اتجاه محور اكس، فين الاريا بتاعتي؟ ده دلتا زد، ها دلتا واي، دي الاريا صح؟ ويبقى ده بارشال تي، بارشال اكس تغير التمبريتشر في محور اكس. طيب وكيو واي عامله ازاي؟ كي دلتا اكس دلتا زد بارشال تي بارشال واي. طب ولو بتكلم على كيو اللي مشي في اتجاه محور زد، كي دلتا واي دلتا اكس دي الاريا اللي هشوفها بارشال تي بارشال زد. طيب هل في كيو تانية انبوت؟ هل في كيو انبوت تانية غير كده؟ تاني القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي كل الكيو انت اللي حصلت عندك واطرح لنا كل الشغل اللي انت اللي حصل في شغل عندك هنا هيساوي التغير في الانرجي بتاع السيستم مع التايم. جميل. كيو نت دي عباره عن ايه؟ كيو انبوت وكيو اوتبوت، صح ولا لا؟ دول اسمهم ايه بقى دول؟ دول انبوت، في اوتبوت، في اوتبوت. هل في حاجه ثانيه ممكن تبقى انبوت؟ لو تخيلنا ان الجزء ده بيولد حراره، هو عباره عن مفاعل نووي، هو عباره عن نحاس او ماده بيمرر منها كهرباء بتولد جواها انرجي، او فيها كيمياء، ماده كيميائيه بيحتفظ كيميائي بيطلع عنده حراره، فبقى عندي حاجه اسمها هيت ايه؟
اوكسيديشن دي، بيقول لك والله فيهم كل متر مكعب بيولد كميه معينه اسمها كريوجينيشن، ولتكن مثلا 1000 واط. كل متر مكعب بيطلع لك 1000 واط. يبقى المكعب الصغير ده بيطلع هيت جنريشن قد ايه؟ كان متر مكعب طلع الكلام ده، يبقى المكعب ده حجمه دلتا اكس دلتا واي دلتا زد هيطلع كام؟ نعمل ايه؟ اضرب الرقم ده في 1000 واقسمه على كام؟ على 1. اذا دي كمان من ضمن الكيول اللي دخلت في السيستم، اتولدت جوه السيستم. حلو. طب واللي خرج من السيستم بقى؟ في عندك كام وجه خرج منه الحراره؟ 3 اكس وواي وزد. طيب بس احنا هيبقى اسمها ايه؟ الكيو اللي خرج اسمها كيو اكس بعد ما مشي المسافه دلتا اكس، كيو واي بعد ما مشي المسافه دلتا واي، كيو زد بعد ما مشي المسافه دلتا زد، صح ولا غلط؟ الناس بتوع الرياضه بقى احلها ازاي دي؟ نعملها ازاي؟ فاكر؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه تيلور سيريز. قال لك والله لو انا عندي فانكشن وعايز اشوف التغير بتاعها مع اكس، هي عباره عن مين؟ هي نفس الفانكشن بس هتبقى معاها تغير الفانكشن ده مع مين؟ يعني دي اف باي دي اكس في دلتا اكس، وكمان بارشل 2 اف بارشل اكس سكوير دلتا اكس سكوير، وكمان ها بارشل 3 اف بارشل اكس 3 دلتا اكس 3، وعيش حياتك بقى لغايه الاخر. وعرفنا ان الترم ده والترم ده ماله؟ صغير قوي لدرجه احنا ممكن نهمله. اذا انا ممكن استخدم القاعده دي في اني احصل على قيمه، ايه هي قيمه كيو اكس بلس دلتا اكس؟ بتساوي كام؟ ها؟ هتساوي الكيو اكس الاصليه اللي جالك من الناحيه الثانيه زائد ها تغير الكيو اكس بالنسبه لاكس دلتا اكس، والترمات الثانيه بكام؟ نجلكتد. نفس الكلام هنعمله مع الواي، نفس الكلام مع الزد. سؤال اثبت علينا؟ جاست ان هو ماشيين معاه خالص. طيب بعد ما جبنا بقى الانبوت اهو وده الاوتبوت، فاضل لي يساوي مين؟ التغير في الانترنال انرجي بكام؟ يساوي كام بقى؟ ده كلوز سيستم ولا اوبن سيستم اللي انت شايفه دوت؟ كلوز سيستم. هتعوض عن دي بايه؟ دلتا يو اللي هي عباره عن الماس في السي سوليد ماتيريال ها في الدلتا تي على التايم. صح كده؟ جميل. تعال نحط بقى كل الكلام ده مع بعض. لو عوضنا كل الكلام ده في معادله واحده، كيو انبوت ناقص كيو اوتبوت كيو جنريشن لازم يساوي التغير في الانترنال انرجي مع التايم. ظبط بقى المعادله بتاعتك وافضل ماشي وراها. خد بالك ان انت عندك الكيو اكس دي اللي هي مين؟ اصلا جاي لك هنا باي ايه؟ كوندكشن. بس انت بتقول لي انا هفاضلها بالنسبه لاكس مره. طب انت لما فاضلها بالنسبه لاكس مره تبقى عامله ازاي؟ حد كده ممكن يوريها لي؟ ماشي ممكن نقف نقف كنت شويه اتفضل. خارجين تعالى تعالى. مش عاملك حاجه بس عادي. ممكن اعرف ايه المشكله؟ انا هعالجها في نفسي. ايه المشكله؟ وما قلتش ليه وانت قاعد ان انت مش فاهم؟ ايه اللي انت مش فاهم اللي انا قلته؟ ارجع يا باشمهندس تعالى، انا مش مهم عندي لا انا ولا يفرق معايا القصه دي كلها، انا ليه ادور عليك انت؟ انت اصل الموضوع. عندك مشكله ما بتتكلمش ليه؟ هو مش الباشمهندس سال وهناك سال وجاوبتك ولا ما جاوبتكش؟ هل انا ما جاوبتك فهمت ولا برضك ما فهمتش؟ رد عليا. حد عنده مشكله قول لي وانا اعيدها تاني. تاني قصة الإثبات قلت لك مش عليك وبدأت معاك المحاضرة، كنت في أول محاضرة موجود؟ جيت أول محاضرة؟ جيت أول محاضرة؟ رد عليا، جيت أول محاضرة؟ شفت السلايد دي؟ قلت عنها إيه؟ قلت لك هرغي كتير وهيبقى عندك إنك أنت في الآخر ده المطلوب منك. المعادلات بتجيلك في الامتحان فورمولا شيت، مفيش حاجة مش تحفظ حاجة. بس ممكن واحد يقول لك طب وهي أصلاً ليه واحد على آر؟
ليه هنا؟ لان فانا بثبت لك جت منين. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. حتى اللي عايز يطلع ما عنديش مشكله على فكره، مش هزعل، ما عنديش عايز ازعل. انا باخد غياب ولا يفرق معايا واحد من عشره، بالعكس انت لو ما حدش جه خالص انا هريح نفسي، مش عنديش مشكله. اكيد حقك خده مني. لو حد عايز يتفضل ما عنديش اي مشكله خالص، لا هاخد منه غياب ولا اعمل له حاجه ولا فرق معايا القصه دي. لكن لو في مشكله انت عايز اصلحها قول لي ونعملها لك. اتفضل. يا ريت لو عشان يبقى في نظام، يعني عايز تمشي انت عندك دقيقتين اتنين فوقتها ده ممكن تمشي فيه، مش هتعمل ديستربنس للشرح يعني. عايز تاخد قرار انك تمشي دلوقتي يا ريت اتفضل، مفيش مشكله خالص. عايزينكم تمشوا مفيش مشكله خالص. اني واحده ديت عايز تاخد شويه بفضل. مالها؟ احنا اتكلمنا على سلايد دي كنت معانا، قلنا لو عندي سيستم ممكن مجموع الكيو اللي داخله فيه سواء بوزيتيف او نيجاتيف. طيب السؤال بتاعه هيتغير بشكل تاني، هو بيسال سؤال واضح ان انتوا عارفينه، اتفضل يا باشمهندس جاوب، اختار واحد جاوبه. يلا مين يجاوبه؟ هو سمعت السؤال بتاعه؟ سمعت السؤال بتاعه؟ السؤال بتاعه مش مهم لدرجة انه خلاص اتس اوكي، يعني احنا فاهمين ده مش فارقة كتير، عادي ممكن اقول له خليك بعد المحاضرة. اختاروا اللي انتوا عايزينه، يعني مش مشكلة خالص. من قواعد الاحترام طالما هو سأل نسمع هو بيقول ايه. باشمهندس بيسأل القانون ده امتى استخدم دلتا انرجي؟ قلنا يا باشمهندس عندي قانون اصلا بتاع الانرجي اللي جاي من الثيرموداينامكس، لسه هتاخد الكلام ده بالتفصيل مع الدكتور مجدي، انا محتاجه عشان اعوض بيه في القوانين بعد شويه. قلت لك انه سيجما كيوهات اللي هتبقى في السيستم سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف ناقص سيجما الشغل اللي هيبقى عندك في السيستم سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف هيساوي التغير في السيستم. يعني ايه؟ انا اهو اعتبر اني جسم دخل لي حراره 100 جول، خرج مني 50 جول، اتولد عندي 50 جول، التغير كام؟ 100 اتولد 50 خرج 50 بقى كام جوه الجسم؟ كام؟ 100. هيعمل ايه بدرجه الحراره دي؟ رد عليا هتعمل ايه؟ ال 100 جول اللي جوه دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هترفع درجه الحراره. فين الترم اللي بيقول الكلام ده؟ اهو مع التايم نفهم ان في نت من الاثنين دول هيكون ايه؟ ان الجسم ده هتزيد درجه حرارته مع التايم. عشان كده احنا بنتكلم ان ده حاجه اسمها ترانزيانت. لكن في حد ستيدي ستيت، يعني ايه كلمه ستيدي ستيت؟ ان التمبريتشر بتاعتي ما اتغيرتش. ايه معنى الكلام ده؟ لازم الانبوت هيساوي الاوتبوت. اهو دخل لي 50 خرجت 50، دخل 100 خرج 100، دخل 150 خرج 150، فمفيش تغير في التيرمينال. اوكي؟ اي سؤال تاني؟ لا يا باشمهندس. يعني ايه كلوز سيستم بيتحول لاوبن سيستم؟ ما هو لو كان كلوز وتحول بقت مساله جديده اسمها اوبن سيستم. يعني ازاي يعني اللي هو ايه؟ ما هو في الحاله دي اسمه اوبن سيستم. بعد المحاضره تعالى نوريك الكلام ده عامل ازاي ونحلها مع بعض. اوكي؟ ها؟ دي اللي احنا رايحين لها. تمام. مين قال ما حدش اندكش؟ مين قال ما حدش؟ فين تتكلم على فين يا باشمهندس؟ بتاع سي ستيت مالها؟
وانا اقول لك كلمه ستيدي ستيت معناها ما اتغيرتش. انك تتكلم ازاي انك حفظت كل ما الكيو اللي داخله تتغير انت عمال تاخدها من ناحيه ثانيه. ها هيتغير ازاي التمبريتشر؟ سؤال تاني. ها اي اسئله؟ طيب نرجع تاني. قلنا عندي جسم عايز ادرس الكوندكشن اللي فيه، خدنا منه عنصر صغير اليمنت صغير، درسنا الكيو كوندكشن دخلت له من جميع الاتجاهات وكلها خرجت ازاي، واستخدمنا تيلور سيريز عشان نفك الكيو. ايه اللي احنا لاحظناه؟ لاحظنا ان اللي هنا دي اسمها كيو كوندكشن، ويتغير الكيو كوندكشن مع محور اكس. هتفكها ازاي الترم ده؟ الترم ده يتفك ازاي؟ ما هو كيو ابس اصلا هي عباره عن مين؟ هي كيو اكس اللي هي الكي ها دلتا زد دلتا 1 بارشال تي بارشال اكس. كل الكلام ده على مين؟ على بارشال اكس متغير فيه دلتا اكس. هل الدلتا واي ودلتا زد والكي متغيرات؟ هيطلع بره التكامل. على فكره ممكن وانت بتدرس في المستقبل ماجستير ولا حاجه يبقى المعادله بتاعت الكي ديت فانكشن. كل ما تمشي جوه الماتيريال الكي مش ثابته. في الحاله دي ما ينفعش تكملها. وتفضلها. تفضل جوه. لكن في حاله الكي كونستانت او ايكويفلنت كونستانت هتطلع بره التكامل، بره الانعطاف الفاضي. يعني ان الكي دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. جت منين دلتا اكس اهي. ادي الدلتا واي والزد اهم. الشكل ده هيبقى حالته عامله ازاي؟ بقى بارشل 2 تي بارشل اكس سكوير. ومن هنا جت بارشل 2 تي بارشل اكس سكوير نفس الكلام دلتا بارشل 2 تي بارشل واي سكوير بارشل. لو عملت الكلام ده بالنسبه للزد والواي هيديك بارشل 2 اكس بالنسبه لزد سكوير. واضح الكلام؟ يبقى اذا لو انا عوضت في المعادله هطلع للصوره دهيت. هي دي المعادله في الاخر اسمها ايه بقى؟ اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. المعادله اللي بتوصف انتقال حراره جوه اي ماده صلبه. كل الكيس موجوده. اول ترم اللي هو سكند ديريفاتيف ده بيعبر عن ايه؟ ان التمبريتشر ما هياش ثابته مع محور اكس. ده في جريدينت للجريدينت بعد دلتا اكس مع دلتا تي بعد دلتا اكس، يعني وانا ماشي في محور اكس في تغير للتمبريتشر. طالما معنى ان في عندي جريدينت في محور اكس يبقى اكيد في كيو في اتجاه محور اكس. بنفس المفهوم في دلتا واي ودلتا زد، يبقى انا كده عندي 3 دايمنشن. في كيو في اتجاه محور اكس، كيو في اتجاه محور واي، كيو في اتجاه محور زد، يبقى 3 دايمنشن. طب والترم اللي جوه ده اسمه ايه؟ اسمه كيو دوت او كيو جنريشن. لو الماده دي بتولد حراره ادي الترم اللي بيعبر عنها. طب لو جات لك مساله ما فيش فيها هيت جنريشن هتعوض على الترم ده بايه؟ زيرو. طيب ويبقى لك الترم الاخير ده اللي هو مين بقى؟ ايه هو الترم الاخير؟ اللي هو بارشال تي على التايم. هل الكلام ده محصلته؟ ممكن يكون عندي كيو وكيو وكيو بس محصلتهم في النهايه زيرو، فهيفضل الجسم ماله؟ سي ستيت درجه حراره ثابته. لكن لو الكلام ده بيقدم عنه اكيوميشن الحراره الانرجي هيقدم عنه ان التمبريتشر مالها تزيد مع الوقت، او العكس لو انت تعمل كولينج اكبر من الانبوت هيبقى التمبريتشر مالها هتقل مع الوقت. طيب لو لاحظت ان انت عندك الترم ده اللي هو كثافه دنستي سي على كي، دول كلهم خواص ماده جمعناهم احنا في ماده او خواصيه واحده اسمها ايه؟ اسمها ثيرمال ديفيوسيفيتي. الفا بتعبر حاجه اسمها الانتشاريه الحراريه، يعني هو الحراره بتنتشر جوه الجسم ازاي؟ او بمعنى اصح هي ريشيو ما بين الهيت كوندكشن على الهيت ستورج كي على رو سي. كان ده يفرق معانا في ايه؟ ولا حاجه، مش فارق معانا في ايه، صح؟ فارق؟ هي السي دي ممكن حد يعبر لي عنها ايه معناها في الحياه يعني؟ الماده دي بتخزن حراره ولا ما بتخزنش؟ ها زي مين؟ تعال نبص كده وانت رايح الشط في الصيف. الشمس نازله بنفس الراديشن ولا لا؟ على الميه وعلى الرمله. امشي كده على الرمل. ايه اخبار رجلك؟ مالها؟ ليه؟ لان السي بتاعت الرمله قليله جاست انها تاخد حراره على طول، ده بيحطها تسخن. لكن الميه خش الميه ايه ده؟ دي ميه بارده. عشان تسخن عايزه
انرجي كتير 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 عشان تاخد وقت عشان تخزن. تعال بقى بعد المغرب خش الميه، ايه الاخبار؟ سخنه. ما هو زي ما بيفقد ببطء يسخن ببطء، نفس الكلام هو سخن ببطء طول النهار هيفقد بايه؟ ببطء. طب والرمله؟ اول ما الشمس تغرب الرمله مالها؟ بارده جدا. طيب هو الكلام ده يفرق معانا احنا في علم الكهرباء؟ ما يفرقش معانا في حاجه، لان احنا ما عندناش دوائر كهربائيه ولا بيطلب مني ابقى معايا مكوى الحم حاجه، مش مطلوب خالص طبعا مني الكلام ده وما بعملوش. صح؟ طب وده هيفرق معاك في حاجه؟ اهو بص كده على الجدول دوت، بيقول لك الكبر كماتيريال الالفا بتاعته قيمتها بكام؟ عاليه جدا مقارنه بالميه او بالالمنيوم او بالخشب. طب وده يفرق معايا في ايه؟ لما انت بتيجي تلحم المقاومه الحراريه، المقاومه قصدي بتاعت الكهربائيه جوه البورده، بتستخدم ايه يا باشمهندس؟ وليه مش نحاس؟ مش النحاس احسن؟ حد سأل على نفس السؤال ده ليه؟ مش النحاس من ناحيه الكهربائيه افضل؟ او الالومنيوم؟ طب ما اشتغل بيهم احسن. طب ما تجرب تجيب سلك كده نحاس او سلك الومنيوم وحاول تلحمه. ليه؟ معدل انتشار الحراره جواه عالي جدا من اللي بيخزنه. انت عشان تلحمه محتاج تسخنه لغايه لما يحصل فيه حاجه اسمها ايه؟ انصهار. انت كل ما بتسخنه هو عمال يهرب الحراره، كل ما بتسخنه يهرب الحراره، بيقوم مخروط. فين الحراره دي عشان تنصره؟ مش تعرف. لكن القصير سهل تسخنه بسهوله، يخزن حراره معاك فيبدا يسيح تقدر تلحم بيه الحاجه. ادي ساينس وتطبيق. اوكي؟ جميل. المعادله دي احنا اثبتناها في الكارتيزيان كوردينت. لو كنت مشيت على محور سلندريكال، محاور سلندريكال كان يطلع دي شكل المعادله، ولو كنا طبقناها على سفيريكال كان يبقى ده شكل ايه؟ شكل المعادله. حد ليه اي سؤال لغايه دلوقتي؟ حد ليه سؤال لغايه دلوقتي؟ ناخد بس دقيقتين ونرجع تاني. انت ادعيت ان المعادله دي تقدر توصف كل الحالات بتاعه الهيت ترانسفير في حاله الكوندكشن. تعال نختبر هل فعل المعادله دي صحيحه ولا لا. ادي عندي شكل لانول، الحته دي فيها تمبريتشر تي 1 اعلى من التمبريتشر الثاني هو تي 2، واضح ان هيحصل عندي كوندكشن. احنا عارفين من قبل كده من فورير ان دي هيحصل فيها كوندكشن، والقانون بتاعها كيو بتساوي كي في A في الدلتا تي. هل فعلا المعادله الهيت ديفيوجن ايكويشن هتطلع نفس الريزلت ولا ادي الجفرننج ايكويشن. انت عندك في المساله دي 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن ولا 3 دايمنشن؟ 1 دايمنشن، وبالتالي الترمين دول مالهم؟ بزيرو. هل احنا بنتكلم على سيدي ستيت ولا ترانزيانت؟ سيدي ستيت. بنتكلم على هيت جنريشن؟ لا. وبالتالي الترمات دي كلها بقت بزيرو، يبقى عندي المعادله اللي هي بارشل 2 تي بارشل اتش سكوير بيساوي زيرو. عشان احل المعادله دي معادله تفاضليه، احلها ازاي؟ عايز اكمل كم مره؟ مرتين اثنين، معنى كده يبقى عندي اثنين كونستانت، محتاج كم باوندري كونديشن؟ ايه هم الباوندري كونديشن؟ عند اكس بتساوي زيرو انا عارف التمبريتشر بواحد، وعند اكس بتساوي ال التمبريتشر اسمها تي 2 انا عارفها. خلاص عوض. ادتك المعادله اللي انت شايفها دي. ايه المعادله دي؟ دي المعادله بتاعت البروفايل او الديستريبيوشن بتاع التمبريتشر. فاكر لما كنت بقول لك يهمني اعرف جوه الماده دي ها توزيع درجات حراره عامله ازاي؟ المعادله دي معادله اكسبوننشال ولا معادله لينير؟ لينير. اذا توزيع الحراره جوه جسم صلب على شكل بلان وول خط ايه؟ لينير. يعني لو عوضت هنا عند اي اكس اعرف اجيب التمبريتشر دي بكام. طيب حاجه ثانيه احنا عايزين نثبت هل فعلا اعرف اجيب الكيو الهيت ريت؟ اهو ما لو انا خدت التفاضل، خد بالك ان الكيو بتساوي ايه؟ تي في اريا دي تي باي دي اكس. طب ما تفاضل المعادله دي، فلو جبت التفاضل ده وضربته في الاريا في الكي هل هيديني الشكل اللي احنا كنا عارفينه؟ وبالتالي احنا نقدر نقول ان الترم اللي هو ال على كي في اريا يمثل الريزيستنس بتاعه الكوندكشن في حاله البلان وول. يبقى كده فعلا المعادله دي جنرال بتحل لنا اي حاجه. طيب لو احنا كان الشكل بتاعنا سلندريكال هيبقى الوضع عامل ازاي؟ انا بكلمك على دايمنشن اتجاه ار، الحاره ماشيه في اتجاه ار،
لا هي ماشية في اتجاه زد ولا في اتجاه ثيتا. وبالتالي الجوفرنينج ايكويشن اهي اللي هي سلندريكال كوردينيت، هشيل منها الترمات اللي هي ثيتا وزد، وهشيل منها الهيت جنريشن. وبتكلم على ستيدي ستيت، يبقى الترم دي دي باي دي باي تايم هساوي زيرو. طيب يبقى لي الشكل دوت، اكمله ازاي؟ محتاج كام باوندري كونديشن؟ محتاج اثنين. ما هي عند ار انر الريدرز الصغير كان فيه تمبريتشر انا عارفها، وبره الاسطوانه انا عندي تمبريتشر برضه انا عارفها. اعوض بالكلام ده وامشي مع الديريفيجن هوصل بالشكل المعادله اللي انت شايفها دي. المعادله دي بتوصف درجه الحراره جوه الجسم، وادي الكيو بتاعتي عباره عن ايه. لو انت خدت بالك المعادله دي، اسف السبوره مش نازله لغايه تحت، المعادله دي زي ما انت شايف التمبريتشر عند اي راديوس، التمبريتشر عند اي راديوس اقدر احسب قيمه التمبريتشر بتاعته عامله ازاي. المعادله دي معادله لينير، دي معادله مالها لين كيرف. اذا توزيع درجات الحراره جوه اسطوانه ماشي فيها الحراره في اتجاه محور ار واخد شكل ايه؟ كيرف. طيب وبناء عليه الكيو في حاله الاسطوانه، كيو كوندكشن في حاله الاسطوانه احسبها ازاي؟ كيو بص هتساوي ها دلتا تي على مين؟ لين ار اوتر على ار انر على 2 باي ان تي. ايه ده؟ تقول الباي بتاعتك او الاسطوانه بتاعتك والكي خانه اللي انت واضح ان القصه دي فيها مين؟ فيها لين. الترم ده اقدر اعوض عنه عن المساوي ايه؟ هي دي قيمه المقاومه الحراريه في حالة ها سلندريكال وول. لو انا عندي الوول دي سلندريكال، ادي قيمة المقاومة الحرارية، ما بقتش إلا على كيف اريا، غيرت. تعالى نبص على نفس الكلام لو استخدمنا سفيريكال. الكورة من جوه هولو، فأنا عندي ريديوس الداخلي ليه تمبريتشر، ريديوس الخارجي ليه درجة حرارة معينة. هتمشي مع المعادله بتاعت اللي هي السفيريكال كوردينيت، ما عنديش لا ثيتا ولا فاي، هيروحوا مع بعض، مفيش هيت جنريشن، المساله دي ستيدي ستيت اكامل، عندي باوندري كونديشن اثنين اقدر اجيب منهم المعادله. المعادله دي بتوصف درجه الحراره جوه الجسم عامله ازاي، واضح انها فانكشن في مين؟ واحد على ار. يعني لو انا عايز جوه السلندريكال السفيريكال ديت جوه ريديوس معين اعرف التمبريتشر، اعوض جوه المعادله دي تديني البروفايل بتاع التمبريتشر ده بكام عند النقطه دي. طيب من الواضح ان المعادله دي معادله لينير ولا واحد على ار؟ وبالتالي ما هياش لينير. طيب لو حبيت اجيب الكيو، يطلع بقى الكيو بيساوي كام؟ هتساوي دلتا تي على واحد على ار الصغير ماينس واحد على ار على 4 باي تي. فين ال؟ فين ال؟ لا ليه؟ كورة اللي بتتكلم انت عنها. يبقى الترم ده على بعضه كده ممثل مين؟ دي المقاومة الحرارية بتاعت مين؟ الكوندكشن في أنهي حالة؟ اسفيرك. يبقى كده احنا الكونكلوجن اللي احنا وصلنا له اهو ده اللي كنت قلت لك عليه هنوصله في آخر المحاضرة. ان انا عندي فور وان دايمنشن ستيدي ستيت كوندكشن، ادي قيمه التمبريتشر ديستريبيوشن بروفايل عامل ازاي، وعرفنا جه منين. مش تقول لي بقى جه منين، اهو عندك ديريفيجن امشي وراه هتعرف جه منين، اللي هو لين او واحد على ار في حاله سندريكال او سفيريكال. ادي قيمه الفيت فلكس، ادي قيمه الهيت ريت، ادي قيمه الثيرمال ريزيستنس الحراريه في حاله البلان وول والسلندريكال وفي حاله سفيريكال. حد ليه سؤال لغايه دلوقتي؟ إذا كان بقول لك إحنا منهجنا وان دايمنشن. الأهم من دوت يا باشمهندس ده. أنا كنت جاي النهارده جاي لكم أكلمكم في الموضوع دوت. إيه هو ده؟ سمعت حاجة اسمها ثيرمو إلكتريكال مديول؟ طبعًا ده إيه؟ ده ملوش علاقة بيه خالص. ولا المواصفات بتاعته ليها علاقة بيكم خالص.
ولا كلمة كيو بالوات ليه علاقة بيكم خالص، ولا دلتا تي اهو صح، ولا فولتج ولا امبير ولا حاجة اسمها السي او بي. هتعرف السي او بي دي فين؟ الثيرمودينامكس. تمام. طب وايه مشاكلها؟ هي اصلا ايه هي الثيرمودينامكس جنريتور ديت؟ ايه هي؟ شفت التلاجة دي قبل كده؟ التلاجة دي شفتها قبل كده؟ انت ممكن تستخدم الشريحة اللي انا قلت لك من شوية انك تعمل تلاجة زي ديت، وممكن تولد بيها كهرباء لو عرضتها لدرجة حرارة او تمبريتشر ديفرنس تولد فولت وامبير، يعني ممكن تبقى مصدر للهيت جنريشن، عشان كده اسمها ثيرمو الكتريك جنريتور او ثيرمو الكتريك كولر، يعني ممكن استفاد بيها ككولينج او استفاد بيها كمصدر لتوليد الكهرباء. عرضتها لدلتا تمبريتشر هتديك فولت وامبير، عرضتها انت اديتها فولت وامبير هتكون النتيجه تديك دلتا تي، حته تسخن وحته تبرد. ايه مشاكلها؟ ان هي فوق بعضها بيحصل ما بينها ايه؟ كوندكشن. في جزء للاسف بيضيع نتيجه ان انا عندي كوندكشن جوه الماتيريال ذات نفسها، هي عباره عن سيمي كوندكتور ماتيريال بيحصل جواها كوندكشن. ده احد الابلكيشن اللي انا بكلمك عليها في الجزء اللي احنا خدناه النهارده. دي 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن ولا 3 دايمنشن؟ وان دايمنشن. بليت سخن وبليت هوت والسمك بينهم ضعيف. بيكون نتيجه ايه؟ يحصل حرباي كوندكشن في الاتجاه ده. ودي 1 دايمنشن. دي ابلكيشن اهو. حد ليه اي سؤال؟